دخلت العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ اليوم، وتستهدف الدفعة الأولى المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري. هذا وستفرض الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات في نوفمبر المقبل تطال قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى البنك المركزي الإيراني. انقضت المهلة الأمريكية ودخلت العقوبات حيز التنفيذ، وخسائر الاقتصاد الإيراني كانت قد بدأت بالفعل خلال مهلة 90 يوما. الصفعة الأولى من العقوبات الأمريكية تمنع الشركات والبنوك الأجنبية من شراء العملة الإيرانية والمتاجرة بالذهب وبعض المعادن الصناعية، كما تمنع بيع السيارات والطائرات وقطعها لإيران. شركات كبرى امتثلت للعقوبات وأنهت جميع تعاملاتها مع إيران، أما خطة الإنقاذ الأوروبية فمصيرها الفشل حسب خبراء، الأمر الذي وضع النظام الإيراني في موقف حرج للغاية، ولم يعد خطاب العاطفة المعتاد يلقى رواجا من قبل الشارع الإيراني. خروج الشركات من إيران بصورة عاجلة تثبت مدى جدية ودقة العقوبات الأمريكية، والتي تتضمن غرامات مالية على أي شركة تتعامل مع إيران. هذا إلى جانب ما أكده الرئيس الأمريكي في حسابه على تويتر، أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع أي شركة تتعامل مع إيران، مؤكدا أيضا أن الدفعة الثانية من العقوبات ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر القادم. عقوبات نوفمبر هي الأقصى والأكثر تأثيرا على الاقتصاد الإيراني، فهي تتعلق بمبيعات إيران للبترول، وتستهدف أيضا بنك إيران المركزي، وسيصل مداها للدول التي تستورد النفط الإيراني. بات من الصعب على النظام الإيراني البحث عن حليف لتخليصه من أزمته، خصوصا وأن الولايات المتحدة، وكما صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن شكلت جبهة من 20 دولة لإنجاح العقوبات على إيران. وعلى وقع هذه العقوبات يستمر الإيرانيون بالتظاهر احتجاجا على سياسة النظام، ولم تتمكن السلطات من ردع الغضب الشعبي، والذي من المتوقع أن تزداد حدته في الأيام القادمة.